رسالة لرامز جلال صح؟ رسالة؟ رامز جلال. رامز جلال؟ حبيبي رامز جلال بعت لك 2000 جنيه. لا زمان زمان كان الشغل ضعف معايا شوية، فقلت له يا عم شوف لنا حاجة نشتغل الدنيا واقعة معايا وبتاع، لأن أنا كنت أنا ورامز جلال كناش بنسيب بعض أصدقاء ولا الليل ولا النهار، على طول مع بعض وبنسهر مع بعض. راح بعت لي المندوب المدير أعماله بظرفين، ظرف باسمه وظرف باسم ياسر جلال، كل واحد 2000 جنيه. قلت له ايه ده، انا مش طالب فلوس، وفعلا ما كنتش طالب فلوس، انا بقول له ان الدنيا واقعه يعني رشحني معاك في حاجه يعني. فقال لي لا ده انت خيرك عليا. كنا مره قعدنا في مطعم وانا حسبت، ففاكرها لحد دلوقتي. قال لي انت دفعت الفاتوره، انت ما حسبتنا فاكرها يعني. زعلت وقتها وقت شفت الفلوس؟ لا رجعتها. رجعت الفلوس بس مرضيش ياخدها. مرضيش ياخدها. بس عزتك الدنيا، عزتك. بس يعني انا يعني زي ما تقولي حسيت كده ان انا ضعفت. اللي بعت لي فلوس يعني حسيت كده ان انا مش كسفت من نفسي يعني. أول حاجة جت في بالك كانت إيه ساعتها؟ يعني اتضايقت جدا، اتضايقت إن أنا قلت له، واتضايقت إن هو فهم الموضوع غلط، فهم إن أنا عايز فلوس يعني. بس الحمد لله لازلنا أصدقاء أنا وهو وياسر جلال طبعا حبيبي. كنت معاه في مسلسل الفتوة. تجربة المرض علمتك إيه يا عادل؟ علمتني حاجات كتير. إيه؟ علمتني اللي مستوقفك بينك وبين نفسك؟ علمتني، ما انا ما حسيتش باللي انا عملته الا وانا مريض. وانا مريض حسيت ايه اللي انا عملته ده؟ وايه ده ما كنتش على طول بسهر وعلى طول بروح هنا وعلى طول بروح هنا وعلى طول. انما دلوقتي الحمد لله بصلي الوقت بوقته، ويعني كنتش بصلي الاول. خفت من الموت؟ خفت من الموت؟ لا الموت ما بخافش منه، بخاف ان اموت بس اكون مستريح، يكون ربنا مسامحني يعني. حسيت قربت للمرحله دي بمرضك وتعبك وكنت في غيبوبه، حسيت انك قربت من المرحله دي، قربت انه أسيب الدنيا لا سمح الله وبعد عمر طويل؟ يعني شعرت باللي بيحسه الإنسان هو وبيتعب وبيكون بلحظات وحشة قوي؟ حسيت بهذا التعب؟ طبعا. طبعا حسيت بيه قوي. وبعدين احنا عايزين نفرفش الناس بقى، احنا محطاتنا فيها كده وفيها كده. برضو انا عاوزة أعرف الإنسان اللي فيك، اللي جواك، اللي الناس متعودة دايماً تشوف الوش بس ولا مرة حاولت تشوف الوش التاني. وده موضوع على فكرة بيتعب الشخص طبعا، لأنه أنت طول الوقت فين ما تكون موجود ضحكنا فرفشنا قول لي نكتة غني، بس ما حدش يعرف ألمك الحقيقي. بالظبط بالظبط كده يعني. مهما كان الواحد مهموم وعنده مشاكل، طبعا كل واحد عنده مشاكل، انا عندي ولد وبنت. البنت ما شاء الله ما شاء الله دكتوره ما شاء الله، اجتهدت جدا، والولد معاه بكالوريوس سياحه وفنادق واسره كده، والمدام عندي بتحبني قوي لدرجه ان انا لما تعبت ورحت في غيبوبه، فجاه رحت في غيبوبه عرفت، افتكرتني مت. ادي تقول لا مش دلوقتي مش دلوقتي مش دلوقتي مش دلوقتي، ده انا عرفت بعد كده يعني. ما نقلوني على المستشفى وعملوا الاجراءات وفقت. فعرفت ان هي ايه، اما اغمى عليا ورحت في غيبوبه قعدت تقول مش دلوقتي، فمسكها لها لحد دلوقتي. امال امتى؟ عايزه امتى يعني؟ في وقت محدد.
بصيت للدنيا من منظار تاني، يعني شفت الدنيا من منظار آخر. مراتك، عيالك؟ اه طبعا. مراتي طبعا الحمد لله طلبت منها السماح انها تسامحني، وهي بتحبني قوي الحقيقه. كانت تعرف بنزواتك؟ طبعا كانت تعرف. طبعا. وتسكت؟ كنت بصل على طول بره، وساعات كانوا يجوا لي البيت، كان عندي مكتب، يجوا لي المكتب البنات. اوكي. بس الحمد لله خلاص كله ده راح خلاص. طب كانت تشوفهم جايين لك المكتب؟ واتخانقت معاهم وبتاع. كده يعني. بس الحمد لله يعني. بعدين تبت. انا تبت يا دوبك من ساعتين. الا دقيقتين. طيب علق.